السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد ترحيب. حياك الله أبو محسن. مرحبا بتيم. حياكم الله مشاهدينا وبعد مستمعينا الكرام عبر موجة 97 FM. توجه أمس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث تقدم التعازي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد أحد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ولأنجال المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، ولأفراد الأسرة الكريمة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، كما قدم التعازي سعادة الشيخ جاسم بن خليفة الثاني وأعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. نعم الله يرحمه إن شاء الله يسكنه الجنة. مشاهدين الكرام، في موضوع آخر وهو الأمن المروري، استضافت الإدارة العامة للمرور اجتماعا لممثلي إدارات مرور دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لبحث موضوع التوعية المرورية وأهميتها في الحد من الحوادث. في إطار الجهود الخليجية المشتركة للوصول إلى استراتيجية إعلامية مرورية موحدة لدول المجلس الخليجي، عقدت الإدارة العامة للمرور اجتماعاً لممثلي إدارات مرور دول مجلس التعاون الخليجي. الاجتماع بحث موضوع التوعية المرورية وأهميتها في الحد من الحوادث المرورية التي تكبد دول الخليج العربية نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتمثل ما نسبته 3.7% من إجمالي الخسائر العالمية. تركيزنا احنا على الفرد، يعني مستخدم الطريق، يعني رفع الثقافة المرورية لدى مستخدم الطريق من دول مجلس التعاون، على أساس أن حتى لما تزيد الثقافة هناك انخفاض بيكون إن شاء الله بنسبة الحوادث. فنتمنى إن شاء الله يكون هناك وعي لدى مستخدم الطريق. عام 2016 عن 2015 كان هناك انخفاض كبير سواء في الوفيات أو حتى في الإصابات البليغة. هناك يمكن في الوفيات حاليا وصلنا عن النصف العام الماضي 45%. نتمنى إن شاء الله أن هذا الناتج يكون أيضا في نهاية السنة أن يكون هناك أكثر من 45%. نتمنى إن شاء الله. ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي بحثوا خلال الجلسات كيفية الاستفادة من الأسابيع الخليجية المرورية إعلامياً في إيصال رسائل توعوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها. نتأمل تحقق هذه الرؤية أو الاستراتيجية الإعلامية المرورية نتائجها المرجوة من تقليل نسبة الوفيات في دول مجلس التعاون والحفاظ على العنصر البشري كأحدى عناصر الركائز الأساسية في بناء المجتمعات الخليجية. تطبيقها إن شاء الله في بعد ما يقرونها مدراء عامين المرور إن شاء الله في الاجتماع القادم في 2017، ونشوف نتائجها إن شاء الله في السنة اللي بعدها إن شاء الله. وبهذا الاجتماع تكون دول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطاً بعيدة في إقرار الاستراتيجيات المرورية الموحدة لمدة 5 سنوات تسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية. مشاهدينا الكرام، في شأن آخر، استطاعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير من إطلاق جهاز التكييف الذكي الذي يعد أول علامة تجارية قطرية تبدأ من الفكرة ثم البراءة ثم الاختراع ثم التصنيع، وهو عبارة عن جهاز تكييف صديق للبيئة وموفر للطاقة. نعم، للتعرف أكثر على هذا المنتج أو هذا الاختراع معنا اليوم في الاستوديو الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس الإدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد. مرحبا ومسهلا فيك دكتور معنا في ترحيب. أهلا مرحبا فيكم بالأخوة المشاهدين الكرام. مرحبا دكتور. يمكن في البداية نظام التكييف وتطويره، يعني إحنا يمكن كان التكييف نواجه جدا مشكلة أنه يكون صديق للبيئة، شلون جاءت الفكرة وشلون تم تطبيقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي أحد المؤسسات التابعة لشركة الديار القطرية،
ومقر عملها في وحدة قطر للعلوم والتكنولوجيا. المنظمة تعمل على تطوير الكثير من الأفكار ونقلها من حيز النظري إلى الحيز التجريبي والتطبيقي ثم إلى الحيز التجاري. فكرة التكييف الصديق للبيئة جاءت في الحقيقة بعد الفوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم 2022، وكان أحد الوعود اللي قطعتها دولة قطر تقديم أنظمة جديدة للتكييف عن طريق الطاقة الشمسية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، موضوع التكييف مهم جدا بالنسبة لنا في قطر أو حتى في منطقة الخليج بشكل عام، لأن ثلثين الطاقة الكهربائية اللي تستخدم في الاستخدامات المنزلية أو التجارية تروح في التكييف. فبالتالي مسألة تخفيض استهلاك الطاقة والاعتماد على النفط والغاز من هذا القبيل مهم جدا أن نتكلم عن إيجاد وسائل تكييف صديقة للبيئة. نعم. جميل دكتور. يعني لو نأخذ فكرة عن المنتج وأبرز مميزاته وكم يستغرق العمل عليه؟ في الحقيقة احنا بدينا تطوير المنتج هذا من العام تقريبا 2012 إلى اليوم، يعني تقريبا 4 سنوات من عمل الجاد. المنتج له مزايا عديدة. الشيء الأول أنه عبارة عن 3 أنظمة مركبة في جهاز واحد. الشيء الثاني أن النظام مزود بذكاء صناعي. الشيء الثالث أن موفر الطاقة بدرجة تصل إلى تقريبا 50% في بعض الحالات. الشيء الرابع أنه يمكن تركيب أجزاء من الجهاز على أجهزة التكييف المركزية الموجودة حاليا، وبالتالي هو له جزء يعني تطبيقات غير متناهية. ممكن يستخدم كجهاز بأنظمته الثلاثة اللي هي مشمولة. الثلاثة دكتور؟ أشرحها الآن دقيقة، خلال ثواني راح أشرحها. فممكن نستخدم الجهاز بأنظمته الثلاثة أو نستخدم جزء من الجهاز من مع أنظمة للتكييف موجودة حاليا، وبالتالي يعني عندنا سوقين، سوق جديد يفتح إن شاء الله وسوق أيضا أجهزة التكييف المركزية الموجودة. باختصار شنو هي 3 أنظمة الموجودة؟ هو عبارة عن نظام الضاغط اللي هو التبريد التقليدي الآن الموجود في كل المكيفات اللي موجودة. الشيء الثاني نظام التكييف الصحراوي اللي أيضا يستخدم في بعض الأوقات، ويفشل هذا النظام في حالة أن الرطوبة عالية، خصوصا منطقة مثل منطقة الخليج فيها رطوبة عالية. فأضفنا له مكون آخر أو نظام آخر اللي هو ساحب الرطوبة، جهاز ساحب الرطوبة. بالتالي الثلاث أجهزة هذه تعمل مع بعض من خلال الذكاء الصناعي. وبالتالي احنا عندنا مثلا مكيف في البيت تضبط درجة الحرارة مثلا 20 أو 23 وخلاص المكيف يشتغل ويحقق لك الدرجة هذا من خلال استخدام الضاغط الكمبرسر احنا نسميه. أيوه. النظام اللي عندنا يختلف، نظام ذكي. أول ما تحط درجة الحرارة اللي تبغيها انت في المنزل أو في مكان العمل، نظام يفكر يشوف شنو هي درجة الحرارة الخارجية، شنو هي نسبة الرطوبة. من خلال العوامل هذه يبدأ يشغل مثلا النظام الأول، نظام التكييف الصحراوي اللي هو يعني قليل استهلاك الطاقة، مجرد مضخات بسيطة ومع مراوح. أيه. بالخلط مع الصحراوي اللي متعودين عليه. لكن هذا الصحراوي احنا نسميه تبريد غير مباشر، بالتالي نسبة الرطوبة فيه ما تكون مثل نسبة الرطوبة في التكييف الصحراوي الآن الموجود متعارف عليه. أيضا التكييف الصحراوي أيضا تم تطويره، فهو مش التكييف العادي اللي موجود يعني حاليا هنا، حتى لدرجه ان ما وجدنا جهات الصنعه، صنعناه مثلا في شركه في المانيا وفق المواصفات اللي احنا طلبناها ويتركب في الجهاز. فيبدا الجهاز يفكر يشغل النظام الاول. طيب النظام الاول لا ما يصلح لان نسبه الرطوبه عاليه. يبدا الجهاز يفكر اوكي راح استخدم الان الجزئيه اللي هي خاصه بسحب الرطوبه عشان اقدر انا ابرده بالتكييف الصحراوي. سوينا الحل الاول، الحل الثاني ايضا ما نفع، يبدا يشغل الضاغط. وبالتالي تشغيل الضاغط انا او الكمبرسر ما راح يكون في السنه الا في يعني اوقات بسيطه جدا، بدل ما هو الان يستخدم في معظم الاوقات. العنصر الاساسي راح يصير الان الضاغط عنصر فرعي. شيء الاول. الشيء الثاني، حتى في وقت استخدام الضاغط لما تستخدم المرحله الاولى والمرحله الثانيه يبدا الهواء اللي داخل على الضاغط تقل درجه حرارته من 45 مثلا برا، راح يبدا يوصل للضاغط درجه حراره 30 نسبه رطوبه اقل. وبالتالي حتى الضاغط يرتاح في عمله، يستهلك طاقه اقل. فمثلا هذا الاستوديو الان مثلا احتاج له مثلا جهازين سبليت 2 طن، راح استخدم بعدين جهاز واحد. نعم. فبالتالي هذا يعني توفير كبير بشكل كبير. دكتور، يعني دكتور ان ذكرت من ضمن الاشياء ان الثلاث انظمه هذه ممكن انا استخدم منها انظمه
للمكيفات الموجودة عندي حالياً في البيت، لو تشرح لنا هذه الجزئية. أي هو طبعاً في الفترة الحالية إحنا مركزين على المكيفات الباكج يونت أو اللي هي المكيفات المركزية، مش على السبلت والأشياء الصغيرة. هذه إن شاء الله راح يكون مرحلة أخرى قادمة أن نتكلم عن السبلت يونت والأشياء الصغيرة. لكن إحنا نتكلم عن التكييف المركزي اللي مثلاً تحصله في مدرسة، تحصله في عمارة، تحصله في 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 بيوت مثلاً، اللي بيوت اللي هي تستخدم التكييف المركزي. أنا أستخدم جزء واحد اللي هو الجزء مثلاً اللي هو اللي احنا نسميه المرحلة اللي هو التكييف الهواء قبل لا يدخل على الضغط، وبالتالي أقدر أنزل درجة حرارته من 45 إلى درجة حرارة 30، وبالتالي المكيف العادي اللي موجود عندي السنترال في البيت أو في المستشفى أو في المركز التجاري أو في العمارة يبدأ يأخذ درجة الحرارة ب 30 درجة مئوية، وبالتالي راح تكون كفاءته أعلى ووقت عمله أقل، وبالتالي استهلاك للطاقة أقل. ونفس الجهاز اللي موجود، وإنما قطعة تتركب على الجهاز اللي هو حاليا موجود. ولذلك تطبيقات الجهاز ولله الحمد تطبيقات كبيرة، ومن خلال يعني كان عندنا إحنا الأسبوع الماضي كان المؤتمر اللي هو التغير قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة، كان في جزء من المشاركين في البرنامج هم خبراء من وكالة الطاقة الدولية. هذا البرنامج يشارك فيه خبراء من معظم دول العالم المتقدم. تم إنشاء هذا البرنامج في السبعينات لدراسة أفضل السبل يعني إيجاد أنظمة تكييف صديقة للبيئة وموفرة للطاقة. فعلا أبدوا إعجابهم وتقديرهم لهذا النظام اللي حقيقة ما حد توصل له من قبل، يعني من خلال يعني العمل اللي هم اشتركوا فيه، لأن النظام نفسه هو نظام متكامل في عدة أنظمة داخلية بالإضافة إلى نظام اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي احنا نسميه. جميل. طيب يمكن احنا نتكلم عن يعني ثيري أو وجهة نظر مختلفة كلياً، يعني شلون وصلتوا لها؟ شلون وصلتوا أن هذه الثلاث مراحل هي الثلاث مراحل الأفضل لانتقال الهواء البارد من كذا؟ يعني يمكن أنا سمعت معلومة أن شيباننا قبل لما كانوا يبنون البيوت كانوا يسوون دواعيس، وأن تكون الدواعيس مسافاتها قريبة، وبعدين لازم تكون في كسرة في الدعوس. ليش هذه الكسرة؟ الربع قالوا ترى عشان لما يصطدم الهواء ينزل من درجة حرارته وينتقل إلى حرارة أفضل، فتلاقي في الفريج داخل الفريج في الدواعيس تلاقي نسبة هواء باردة حتى لو كان حر، إلا إذا كانت القايلة طبعا والشمس في منتصف السماء. شلون أنتوا وصلتوا لهذه النظرية وقدرتوا فعلا تدققون أن لا، هذه المراحل هي اللي ممكن تنقلنا من الوضع الحالي إلى وضع أفضل؟ نقطة واحدة مهمة حمد، سلمك الله، المثل العربي يقول ما حك جلدك مثل ظهرك. صادق. الناس سلمك الله عندنا الآن كل المكيفات الموجودة عبارة عن يعني شركات أجنبية يعني تشتغل في بيئتها وتصدر لنا شيء يعني الناس يعني تستخدمه. تعتقد أنه كافي بالنسبة؟ أي كافي بالنسبة، لكن إحنا مثلاً لأن مركز أبحاث وطني، إحنا نعتبر تقريباً أكبر مركز يعني أبحاث وطني غير تابع لمؤسسة قطر فاونديشن، يعني قائم بذاته لأنه تابع لشركة ديار القطرية. كأكبر يعني مركز أبحاث وطني ناخذ الاعتبارات البيئية والظروف المناخية والحاجات اللي موجودة عندنا ننظر لها بطريقة تختلف عن الشخص اللي يعني يطور جهاز في منطقة أخرى مختلفة كثير عن احتياجاتنا، مش موجود في الظروف اللي احنا موجودين مش موجودة فيها. مو بس كذا، الآن مثلا بعض خبراء وكالة الطاقة الدولية الآن اتصلوا فينا هذا الأسبوع ان عندهم اهتمام ان ينقلون التجربه هذه وبدون يطبقون يعني يجربون الجهاز حتى الان في سنغافوره مثلا ودول الشرق الاقصى، لان في الفار ايست هناك نسبه رطوبه عالية معظم اوقات السنه، وايضا درجه الحراره في حدود الثلاثينات. فايضا الجهاز هذا يتعامل بذكاء مع مثل هذا ان شاء الله. ثلاث مواسم تلاقيها في اليوم، مطر وحر صادق. نعم، يعني يتعامل معه. نعم يتعامل معه حتى الان في اوقاتنا هذه الحاليه الان مثلا. صحيح انت ما تحتاج مكيف بالليل، لكن تحتاج ايضا تغيير الهواء. تغيير الهواء تضطر انك انت ممكن احيانا تشغل مكيف او تحس برطوبه مثلا، بالذات في الاماكن الخارجيه، مثلا اذا عندك خيام ولا عندك يعني عزب ولا عندك تجمعات خارجيه او حتى ورش عمل. في الجهاز هذا ايضا يشتغل بطريقه انه هو يمتص لك الرطوبه، وبالتالي يعمل لك نوع من تكييف الهواء بدون ما تحتاج انك انت تشغل مكيف اللي ممكن ياذيك في هالوقت. نعم احسنت. نعم. والله فايضا هذا يعني جزء اخر. لذلك تطبيقات كثيره جدا. نعم. الاماكن المفتوحه تقدر الان تكيف اماكن مفتوحه بالمكيفات الضاغط او الكمبرسرز، الكمبرسر بيزد يعني الاي سيز، ما تقدر لان استهلاك مهول، وبعدين اماكن مفتوحه. هذا الجهاز ذكي يشتغل في الاماكن المفتوحه، يشتغل عندك ايضا في ورش العمل،
ورش العمل انت ما تحتاج درجه حراره 20 19 تنام فيها، انت تحتاج درجه حراره 27 28 هذا صحيح. يقدر يوصل لك درجه الحراره من 45 الى 28 29 في ورش العمل هذه بدون ما تحتاج انك انت تستهلك طاقه كبيره نعم. فهذه ايضا نقطه مهمه. احنا نعم. احنا عندنا مثلا في قطر قول اذا في حدود 10000 يعني ميجا واط اللي هو قوه الانتاج عندنا الكهربائي ثلثين يعني 6000 ميجا واط تروح حق الاستخدامات المدنيه ثلثين 6000 يعني نتكلم عن 4000 ميجا واط تروح حق بس التدريب. فتخيل لو انا اقدر اوفر من 20 الى 50% معناته انا اقدر اوفر محطه ومحطتين كهرباء. لذلك الان هذا الجهاز ولله الحمد يعني من خلال الان تجارب الاوليه والمبدئيه يوفر من 25 الى 50% من الاستهلاك. اللهم لك الحمد. دكتور يعني مثل ما ذكرت انت يمكن اكثر استهلاك للطاقه هي للمكيفات ثلثين استهلاك للطاقه، لكن انا بتكلم عن المنتج هذا هو اول علامه تجاريه قطريه. ويعني احنا نفخر بهذا الشيء خصوصا انه في ذكاء صناعي مثل ما ذكرت تطلبوه دول ثانيه انه يطبقون عندهم. ايش اهميه هذه الخطوه في رايك؟ هذه نقطة مهمة جدا لأنها تصب في رؤية قطر 2030 اللي هو اقتصاد المعرفة. صحيح. اقتصاد المعرفة يعني ايش؟ اقتصاد المعرفة باختصار انك انت تطور الفكرة وتنقلها بعدين للجانب التجريبي والبحثي وبعدين تنقلها للجانب التجاري. وهذه النقطة مهمة جدا لأن لما تستورد فكرة من برا وتستورد جهاز ما تملك أنت خياراتك في هالوقت، لكن الجهاز لما أنت تطور بشكل مباشر وبالتالي تحاول أنك أنت دائما يعني إذا كان فيه مشاكل تطورها وكذا لغاية ما توصل لمرحلة أنك تمتلك الصناعة هذه. فهذه نقطة مهمة جدا يعني أعتقد أن الجهاز فعلا يعكس هذه الرؤية. نعم. جميل. وصلنا للتصنيع الآن، أنت وقعتوا مع شركة SKM. نعم. صحيح الألمانية. صحيح. لا هي شركة SKM هي أحد أكبر الشركات الخليجية اللي تنتج أجهزة تكييف في منطقة الخليج، يعني مثلا أجهزة تكييف فندق الانتركونتيننتال، مبنى البريد في دولة قطر، عندك الجيت مول السلام، اللاغونة، كثير من المشاريع اللي تم توريد أجهزة تكييف من الشركة هذه، فهي شركة خليجية. جميل. طيب يمكن في بداية الحديث تفضلت أن في جزء بيتم تصنيعه في ألمانيا. صحيح. نعم. جميل. الآن في أي مرحلة؟ متى بيتم التصنيع؟ متى بنشوفه في السوق وبيتم التسويق له؟ نعم. هو أول شيء على فكرة احنا اخترنا يعني شركة SKM لأيضا عندنا يعني نظرة أن اقتصاد المعرفة ما يرتبط بس فقط في دولة مثل قطر، لكن ترتبط حتى في 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 إطار إقليمي، وبالتالي الشيء اللي مش موجود عندي ممكن موجود في الإمارات أو موجود في السعودية. مثلا الجهاز هذا الآن راح يتم تصنيعه في الكويت في الإمارات عن شركة SKM، والملاك أيضا الشركة أيضا هم مستثمرين كويتيين وإماراتيين، وبالتالي أيضا في دولة الكويت في الموضوع. عندنا جزء اللي هو الخاص بساحب الرطوبة نستخدم المواد من شركة سابق في المملكة العربية السعودية، وبالتالي هو الآن أصبح اقتصاد معرفة مش لدولة قطر، أيضا يعني يتسع الإطار يشمل دول مجلس التعاون. على فكرة بس يعني حتى إحنا لما أول ما اتصلنا بالشركة هذه على أساس تصنع لنا الجهاز التجريبي في البداية رفضوا، قالوا سبحان الله. إيه نعم دكتور عندنا إحنا شركات ومؤسسات كثيرة ومراكز بحثية تقول لنا والله عندنا أجهزة جديدة موفرة للطاقة، بس بعد ما نبدأ يعني مثلا نسوي الجهاز التجريبي وإن شاء الله يطلع شيء بسيط يعني ما له قيمة 1 ولا 2% يعني، فإحنا يعني ما لنا رغبة نحن نصنع الجهاز أو يعني أوقف خط إنتاج مصنع. صحيح. عشان أصنع الجهاز وبعدين يمكن يعني ما يكون له يعني نتائج. بعد فترة صراحة من المفاوضات يعني وافقوا أنهم يصنعون لنا الجهاز، لأنه هو تعرف جهاز حبة واحدة هو هذا مصنع عنده خط إنتاج. صحيح. فعلا وافقوا ويصنعون الجهاز، وسبحان الله في وقت تجريب الجهاز في المصنع هناك اتصلوا فينا قالوا جماعة ترى إحنا يعني احنا الحين بدينا نقدر قيمه الجهاز، فاحنا نبي نطور علاقه يعني استراتيجيه اكبر من مساله ان احنا بس نرد لكم يعني جهاز واحد. جميل. فبدت بعدين فكره ان احنا يكون عندنا يعني شراكه استراتيجيه في لتصنيع الجهاز في مصنع SKM في دوله الامارات العربيه المتحده. دام ربعنا يستاهلون. الحمد لله. سلمك الله. المصنع الان راح يخصص خط انتاج لانه عنده خطوط انتاج. صحيح. اجهزه موجوده مثل ما قلت لكم يعني كثير من الاجهزه مشاريع اللي يورد لها المصنع، والمصنع أيضا يورد لسبع وثمان دول في الوطن العربي منطقة الخليج بالكامل بعض الدول الأخرى. راح يكون في خط إنتاج جديد يصنع هذا الجهاز،
طبعا راح يكون التصنيع نفسه على مراحل. احنا راح نبدا الان باللي هي المراكز اجهزه التكييف المركزيه او اللي هو المرحليه، بعدين ان شاء الله راح ناتي على في مرحله لاحقه على الاشياء الصغيره. عندنا احنا ايضا بعد الاتفاقيه تتيح لنا في المستقبل اذا احنا نبغى نعمل خط انتاج داخل دوله قطر. جميل. وهذا ايضا احد يعني اهدافنا ان يكون في خط انتاج داخل دوله قطر خاص بهذا النوع من اجهزه التكييف. نعم الله يوفقكم ان شاء الله دكتور. يعني احنا يمكن تكلمنا عن هذا الاختراع الذكي والذكاء الصناعي، لو نتكلم او تعطينا فكره عن ابرز الاختراعات الاخرى اللي انتم تشتغلون عليها الحين وممكن تظهر في المستقبل. عندنا مجموعه من المشاريع اللي نشتغل عليها، احد المشاريع الكبيره ايضا نشتغل عليها صار لنا الان 4 سنوات وايضا تحتاج الى عدد اخر من السنوات، لان مساله البحث يعني هي مساله صراحه طويله المدى. صحيح. يعني لغايه ما توصل لمنتج فعلا ممكن يكون تجاري، اللي هو استخدام ماده السلفر او ماده الكبريت. هذه ماده ناتجه عن عمليات استخراج الغاز الطبيعي، نحاول أن نستخدمها في إنتاج مادة إسمنت. أيضا إسمنت يكون صديق للبيئة، معروف أن مادة الإسمنت الطبيعي الصناعي اللي موجود البورتلاند إسمنت هذا أو إسمنت البورتلاندي يعتبر في خلال عملية التصنيع ملوث بصورة كبيرة للبيئة من خلال إنتاج CO2 emissions أو غازات ثاني أكسيد الكربون. هذا المنتج الآن الصديق للبيئة اللي نحاول إحنا الآن نشتغل عليه ونطوره راح يكون أقل من ناحية إصدار الغازات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة لي يوفر أيضا مزايا أخرى لازلنا في مراحل البحثية. أيضا مشروع آخر أيضا بدعم من قطر فونديشن صندوق رعاية البحث العلمي، اللي هو استخدام ماء البحر بالإضافة إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لإنتاج مادة الجبس. أيضا إحنا نستورد كل مادة الجبس من الخارج، وبالتالي أيضا هذا يصب في مصلحة الأمن الوطني. أيضا يحتاج لهذا يعني النتائج الأولية الحمد لله أثبتت يعني على مستوى البحثي القابلية لإنتاج مثل هذه المادة، لكن أيضا تحتاج لها يعني سنوات من البحث على أساس نحولها لمنتج تجاري مثل ما صار مع أجهزة التكييف الذكي. صراحة يعطيكم العافية، بيض الله وجهكم، واجبنا أن احنا نشكركم. وأنت طبعا رأسهم الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، نتمنى لكم التوفيق ونشوف هذه المنتجات في أسواق قطر قريبا إن شاء الله. شكرا الله. دكتور بارك الله فيكم. سيدي الكرام نطلع فاصل بعدها بنتابع فقرات برنامجنا، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أقام اتحاد المصارف العربية مساء أمس احتفال تكريم لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي لحصوله على جائزة محافظ العام. نظم اتحاد المصارف العربية حفل تكريم لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي لحصوله على جائزة محافظ العام، وذلك لعام 2016 بحضور عدد من الوزراء ومدراء المصارف العربية والبنوك. إننا في اتحاد المصارف نتشرف بمنح سعادته هذه الجائزة تقديرا لسياساته واستراتيجياته في مصرف قطر المركزي ولسائر المؤسسات التي ترأسها ولجهوده في تطوير مجال التمويل التنموي والتنسيق الفعال والمحترف مع كافة الجهات الوطنية المعنية لدعم النمو والحفاظ على استقرار المالي في قطر. يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والأمانة العامة للاتحاد على الثقة الغالية باختياري محافظ العام 2016، وعلى هذا التكريم الذي يمثل تحدياً لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما يمثل تكريماً لجميع العاملين في مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي في دولة قطر، ويضعهم أمام مسؤولية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والسعي إلى تحقيق الأفضل. لقد شهدت مسيرة العمل المصرفي والمالي في دولة قطر تطورات هامة خلال السنوات الماضية،
وذلك بعد إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في عام 2012. فقد أصبح مصرف قطر المركزي هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالخدمات والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. تعتبر هذه الجائزة الثانية لهذا العام، فقد تم تكريم سعادته من قبل مؤسسة أمرجينج ماركت العالمية بجائزة محافظ العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً على صحة السياسة المالية التي يتبعها المصرف وحكومتنا الرشيدة. وفي شأن آخر، يتواصل بالحي الثقافي كتارة معرض التصوير الفوتوغرافي ثقافات من زوايا مختلفة التي تنظمها متاحف قطر، ويضم مجموعة من الصور لمصورين قطريين وصينيين. نعم، للحديث أكثر عن المعرض وفكرته معنا المصور الفوتوغرافي أحمد الخليفي، أحد المشاركين في المعرض. مرحبا ومسهلا فيك أحمد معنا. يا مرحبا ومسهلا فيك، الله يحييك. أحمد، في البداية لو تعطينا نبذة عن المعرض وفكرته. أول شيء، هو المعرض هو برنامج تبادل ثقافي بين الصين وبين دولة قطر. صحيح. العام كان تركيا ودولة تركيا قطر. وقطر. يعني. السنة كان تركيا والصين. قطر والصين. نعم. إيه والصين. عرضوا علينا كمصورين أننا نروح ونوثق التراث الصيني وبعض التقاليد. وننقلها في الدوحة بحيث أن يسوونها معرض من خلال عدساتكم. إيه، من خلال عدساتنا كمصورين إحنا. نعم. اختارونا وتحركنا. نعم. حلو. أحمد، إيش أبرز صور أنت صورتوها في الصين، وشلون أنت يعني أنت كقطري رايح الصين أكيد راح تتعرف على الثقافة الصينية عشان تصور وتنقل هذه الثقافة إلى دولة قطر عن طريق الكاميرا. إيش أبرز الصور اللي صورتها؟ في عندنا صورنا أول شيء الصيادين اللي يصيدون بطير القاق، يسمونه نسميه إحنا اللوه. فكانت شوي قريبة للمقناص. اللوهة؟ اللوهة. شو يصيدون فيها؟ شنو؟ يصيدون فيها السمك. فيدربها وهم وهي صغيرة. فيبتدي يصيد فيها سمك. حلو. فإحنا وثقنا هالشيء. بعدها بفترة، يعني بعد 7 أيام، رحنا إينر منغوليا شمال الصين نصور المغول وشلون يروضون الخيل وشلون يتعايشون مع الخيل وشلون يحلبون الخيل وياكلونه يعني. وياكلونه بعد يسقرون العقبان ويسقرون العقبان بس احنا ما حصلنا عقبان، عاد حصلنا مع الخيول شلون في ألفة بينهم وبين الخيل، وكلنا الأكل مالهم اللي هو عندهم نوع من الأكل نفس اللي يقط عندنا. نفس اللي يقط يسوونه من اللبن، ولكن شوي في سكر من حليب الخيل يسوونه. عاد ما نعرف احنا يا من الخيل يا من، المهم احنا كلنا. وعندهم بعد نفس الخبز اللي يسوونه بالدهن، نفس البوري. يعرفون البوري؟ نفس الشيء، ينتفخ ويبونه ويحطونه لك على الجسم، يقعدونهم طبعا على الارض في خيام. جوعتنا ابو حميد. ويقول لك حليب شي في مله صغيره. حلو. وكل شوي يصب لك، كل شوي يصب لك. لمتى؟ بس وتقعد، واحنا نلفح من هالحليب. يعني ايه، ما تقدر انت شو اسمه، انت رايح تمثل دوله. صادق. عرفت؟ ونشرب ونهزهز روسنا ومبسوطين. زين، ما تعلمت صيني هنا؟ لا، انا اعرف بعض الكلمات، تعرفنا منها على ايش اسمه بعض الكلمات. و طبعا ما شاء الله، يعني شيء وايد، تجربه وايد زينه كانت. حلو. نعم. طيب انت كمصور قطري الان، المصورين الصينيين جو هني وصوروا معالم قطر وكل زوايا قطر، شلون انت تشوف هذه الصور من نظرتك انت؟ هل فعلا اختاروا الزاويه الصحيحه لابراز دولتنا العزيزه قطر؟ احنا يوم شفنا صورهم صراحه استغربنا، قلنا هاي كل يوم نشوفه ولا نصوره يعني، لان ركزوا على الملابس، ملابسنا تحصل مصورين دفاف، مصورين ثياب، مصورين واحد مع مرته يمشون، مصورين لنج مع شخص يمشي. احنا كل يوم نشوفه، بس شيء عادي عندنا. نعم. بالنسبه لهم بالنظر تعودت عليه، لكنهم شيء غريب بالنسبه لهم. هم بالنسبه لهم شيء غريب. وفشفنا استغربنا، قلت هاي عندنا في الدوحه.
حلو. فهو ينظر من نظرته هو إيه نظرته كزائر إيه إلى دولة قطر، وعنده هذا يعني أكثر شيء يمثل التراث الإقطري. إيه عجيب طبعا. لكن أكيد في يعني تعاون بينكم بين المصورين الصينيين أنتوا يعني أنا لما أروح معاهم المصورين الصينيين أكيد راح أسألهم عن تراثهم عن عاداتهم عن تقاليدهم عشان أعرف أو أكون فكرة في بالي شون شو أصور. فإيش التعاون اللي كان بينكم؟ والله شوف إحنا كان يجمعنا فن اللي هو التصوير، شلون إحنا في الأخير نطلع شيء جميل يجمع البلدين. حلو. طبعًا اللغة شوي واجهنا صعوبات، إن الصينيين ما يعرفون إنجليزي. أي. ولا يعرف. بدينا شوي بالإشارات مع المترجمة اللي معنا، حتى المترجمة بعد شوي يعني اللغة مالته لك عليها يعني. المهم وصلنا وخذنا اللي نبيه، وصلنا للشيء اللي نبيه، وخلقلنا شيء من عندهم، وعطيناهم صورة وايد حلوة عنا، وعطيناهم هدايا تذكارية عن قطر وعرفه وقطر. حلو. احنا نشوف الحين لقطات عن المعرض احمد، نشوفها الحين على الشاشة. هاي لقطات من المعرض، يمكن لو يرجع بها المخرج شوي في الثياب التقليدية للصينيين او المغول يمكن. يعني من الصور اللي مصورينها إيه؟ هذه مثل الصورة هذه صوركم احمد؟ اي صوري هاي اللي فيها الخيل، هاي اكثر شيء انا مصورها. نعم يعني هاي الصور، هذه صور الصينيين. الصينيين اي هذه شلون ركزوا على ركزوا على شو اسمه هاي اللي كانت تشوف ها، ركزوا اكثر شيء على هاي شوف الثياب. نعم اكيد، لان هو بالنسبه له هاي ثقافه مجتمع يعني. إيه. ثوبنا والدفه وهذه الثياب اللي خاصه فينا الحمد لله الى الان احنا محتفظين بها، هذا بالفعل هذا تعكس عاداتنا. هذه صورتك احمد؟ اي هاي صورتي. هاي شلون يمسك الخيط؟ اي بس هاي. شلون كانت التجربه؟ انت ايش كثر قعدتوا هناك؟ قعدنا 14 يوم بس. بس 14 يوم. ما تقدر هناك، ما في رقاد. حلو. تقوم الصبح الساعه 3 تشل أغراض وكنت مدري تنتظرك الباص، يلا بتروحون تنتظرون الشمس لين تطلع. حلو. احنا كله تصوير فوتوغرافي صح؟ وعندي فيديو بعد. مصور فيديو فيه شيء عجيب. هذه شو اسمه نهر اسمه لي ريفر. هاي اللي فيه الصيادين، هاي منقولية ما شاء الله. هاي شو يسوون هني؟ يقط شيء ويبتدون يتسابقون من اللي شل الشيء وهو على الخيل. اي حلو. مسرع. نعم. يعني هذه نفس الرياضة. نفس حل الإبل ما عندنا إحنا سباق الهجن، إن إحنا متمكنين وعندنا هاي نفس الشيء عندهم. بس نعم. هل شفت أحمد إن أنا بالفعل هذه أضافت لك كمصور قطري محترف، أضافت لك كثير؟ أضافت لي شيء كثير كثير. مثل أول شيء طلعنا بنتائج زينة. يعني اختلطنا بناس غير عنا يعني وثقافات غير عنا. وصلنا صورة يعني قطر حق الناس الثانيين، لدرجة أن الناس يشوفونا في الشارع يقول يصورون معنا، يقول تعال تعال نصور معهم يستنسون. نعم. والأصور اللي طلعنا فيها ما كنا إحنا نتوقع، أن أنا حتى يوم شفت صوري في المعرض أقول هيا أنا مصورهم. لأن عندهم شيء يعني بيئة قزيرة بال. نعم. وأشياء كثيرة ممكن أنت زوايا كثيرة. إيه؟ ممكن أنت تصورها. تقدر تطلع منها. أحمد يعني هذا يمكن البرنامج هو العام الثقافي. إيه؟ قطر الصين 2016. انت تشوف مثل هذا المعارض شلون تسهم في تعزيز التعاون الثقافي بيننا وبين الصين؟ اول شيء احنا الثقافه لها دور كبير في التعاون بين الشعوب. أكيد. لان الثقافه هي توصل بين الناس بين بعض. تشيل الاشياء الثانيه اللي ممكن تفرق الشعوب. يعني لو احنا هناك قمنا لبسنا لبس مال منقوليه معاهم. حلو. ايه لبس منقولي مصور معاهم، نشرب الحليب. يعني لو احنا بنطلب منهم شيء بيقول ما عليه ولا يهمكم احنا بنسوي لكم. يعني اكثر من هالشيء. هو جميل ان انت اصلا مختلف عنه في امور كثيره، في عاداته في. أيوة. تقاليده في دينه. أيوة. في بشرته في كل شيء. بالضبط. وهو يتعاون معك مع ان اختلاف اللهجه وصعوبه التواصل. بالضبط. باللهجه. هاي هو يعني. انت لما بتروح لهناك. نعم. طيب هذه شنو الصور هذه؟ هذه يقولون صور خاصة. هذه الله يسلمك. إيه. هاي أنا أرسل المساعة. هاي يقصون شعره يوم من السنة، يقصون شعر الياهل. زين. بعدين شو يسوون؟ يقومون ينثرون نفس الحليب. عندهم طقوس. حلو. وهذه نفس المعبد، وهذه بيوتهم خيامهم. هاي شوف خيامهم اللي هاي منغولية ولا؟ هاي منغولية. إنر منغولية شمال الصين. شمال الصين. إيه. نعم هاي خيامهم. إيه. طبعا المنطقة الشمالية كلها فيها المغول. نعم. هذه بيوت نشوفها. هذه بيوت قديمة. قعدنا نمشي لها فوق الجبل، هلكنا لنوصلها. هذه كانت في حرب بين اليابان والصين قديمة. هذه الصورة عقب ما خلصوا ذي الفعاليات مالهم قعدوا يشربون ذي.
الحليب وياكلون مالهم ذي اللي مو في غيرها الحليب. اي والله ما عندهم هاي بنات صغار قاعدين. نعم عادات وتقاليد. انت شوف الخيمه فاتحينها من تحت حق الهواء عشان تهوى. اي سبحان الله. اي تهوى. يعني ذكرت انت الحليب والخبز هذا. إيه؟ احنا عندنا عادتنا احنا لازم الضيف يعني قدوعه تمر وقهوه. يمكن هم عندهم نفس الشيء ولكن بطريقتهم هم او بالمواد المتوفره عندهم هم. إيه كل شوي يصب لك. نعم. كل شوي بيصب لك. كل شوي بيصب لك. ما في بس ما تقولها بس ما تهز. لا ما في بس يذبحك. كل شوي يصب لك. كل شوي يصب لك. طيب احمد يعني انت كمصور هل اكتشفت زوايا جديده او طرق جديده في التصوير مختلفه عن الطرق اللي عادتنا تستخدمها؟ إيه هناك يوم رحت أنا اكتشفت أشياء ثانية. اكتشفت يعني البيئة مالتهم تخليك تطلع أفضل اللي عندك. يعني تشوف أشياء غريبة. تشوف نهر. تشوف شجر. تشوف خيول. تشوف يعني تبتدي تصور أنت. والإضاءة شلون؟ يعني أنا مثلا ما كنت أفهم في الإضاءة وكثير، ولكن لما دخلت مجال الإعلام بدأوا يقولون للربع أن مثلا يعني بعض الأحيان يستغلون إضاءة الشمس لأن هي أفضل كثير من الإضاءة اللي احنا نستخدمها. فمثل الأفلام الكبيرة وكذا ينتظرون شقة الشمس عشان يصورون فيها ويستغلون هذه الإضاءة. هل أنتوا استخدمتوا هذا الأسلوب مثل ما أنت قلت أن أنتوا تروحون قبل ما تشرق الشمس عشان تصورون بعض المناطق؟ شلون فرق معك هذا؟ طبعا إحنا نروح ننتظر شروق الشمس لأننا نبي نصور الصيادين والشمس طالعة من وراهم. ففي مرة رحنا حصلنا كان في نفس اللي يسمونه هيز اللي هي عوالق في الجو. هذه تسوي تقلل من جودة الصورة. فغيرنا قلنا خلاص لازم نيوث يوم ثاني. يعني كان في تحديات. في تحديات وايد. نعم في وايد. احمد انا يمكن لفت انتباهك اللي تقول انت اللوهة الطائر البحري. ايه. طار الاسود اللي في البحر يسمونه اللي هو الباقي. ايه. عندنا احنا اسراب مهاجري وفي منهم من استوطن في الجزر في دولة قطر. في العالية. شلون يستخدمونه في الصيد؟ يعني وين هل صورته انت؟ في صور عندك؟ في صور عندنا موجودة عندهم في يستخدمونه يعني في صيد الأسماك الثانية؟ شلون طريقتهم في الصيد؟ هو يربي الطير وهو صغير. نفس الطيور تجيب الطير الصغير اسمه قرنوس. فرخ. وبعدين يربيهم وبعدين يحط لهم نفس الخيط في المركب. اي. زين وخليهم ويتم ولع عنده نفس الفنر. زين ويون السمك على الفنر في الليل. اي وبس ويطبون للطيور. حلو. وياخذ الطير ويزرده من رقبته ويطلع السمكه ويقطها في السله. يا سلام. اي والله وكذي قاعد مستغل اللوهه. يعني مستغل اللوهه. فالحين ذاك اليوم طلعنا من خلصنا التصوير رحنا لا تشوف ذي الصياد رايح شاري سمك من السوق. قلت له ليش شاري سمك؟ قال لا خلاص ما نسوي احنا هاي تراث قديم. يقول لا خلاص الحداثه يات خلاص لقت هالشيء تم بس الشيء شي نفس حلو نفس التراث او طريقه قديمه. احمد في نهايه لقائنا عندي سؤالين. إيه انت كمصور الان وخذت هذه التجربه. إيه بتروح الصين مره ثانيه تصور انت بروحك؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني تنصح المصورين انهم يشوفون دول ثانيه ويروحون يصورون ويجون هني قطر يجون بنظره اخرى على اساس يطلعون معالم قطر بشكل اجمل؟ والله انا انصح يروحون الصين وانصح يكتشفون الدوحه. الدوحه فيها اماكن حلوه قطر. حلو. اي حلو. انا اطلع صور فيها في شمال قطر في عريده. نطلع صور وايد حلوه في فويرط. فويرط الحين اللي صار الجو زين روح شوف شلون الشروق مع الشمس. حلو. شيء عجيب بس الناس ما تروح. روح شوف جرب. يعني بعدين اللي خلصت انتظر من احمد صور مختلفه. عندي صور انا والجاي عن قطر في افضل بعد بي. يعطيك العافيه. بيض الله وجهك. مصور فوتوغرافي احمد الخليفي احد المشاركين في هذا المعرض ونتمنى لك الحضور في معارض اخرى والتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك. ان شاء الله اشوفك معارض اخرى احمد ما قصر. مشاهدينا الكرام نطلع فاصل بعدها بنتابع. انطلاق بطوله العالم العسكريه للرمايه في الدوحه.
حياكم الله مشاهدينا. بعد هذا الفاصل، أطلقت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية جائزة عالمية للمبدعين في مجال الدعوة الإسلامية المختلفة. خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها الرئيسي، أطلقت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية جائزة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الدعوية العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للدعاة المسلمين. الجائزة تحمل في طياتها أهدافاً ومعان كبيرة تصب في خدمة الدعوة الإسلامية. تأتي هذه الجائزة الدعوية العالمية لتحمل اسم سعادة الشيخ عيد محمد الثاني رحمه الله، الذي كان يقرب العلماء والدعاء، وظل على ذلك حتى آخر حياته التي ختمها بوقف ثلث ماله دفع الخير رحمه الله. انطلقت اليوم جائزة الشيخ عيد بن محمد الثاني الدعوية العالمية، وهي انطلاقة مباركة. هذه الجائزة تحمل أهدافاً ومعاني كثيرة لخدمة الدعوة، وهي في عدة فروع من الجوانب الدعوية، منها الإعلام ومنها البحوث ومنها الدراسات والأفلام المؤثرة الهادفة. هدف هذه الجائزة هو الرقي بالعمل العلمي الدعوي وتشجيع كل من يعمل في هذا الميدان من أجل الرقي في هذا الجانب الذي بحاجة إلى تشجيع. يشار إلى أن الجائزة التي تحمل اسم الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الدعوية العالمية تمنح للمبدعين في مجالات الدراسات والبحوث والإعلام والعمل الدعوي ومبادرات خدمة الدعوة وتطوير أساليبها في مختلف المجالات. في موضوع آخر، وبرعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، افتتح سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة الإقطرية بطولة العالم العسكرية للرماية في نسختها رقم 49، والتي تحتضنها الدوحة للمرة الأولى بمشاركة قياسية من 50 دولة تمثلت بأكثر من 700 رامي ورامية. وكانت ميادين الرماية في اللوسيل قد شهدت حفل الافتتاح بحضور العقيد الركن عبد الحكيم محمد عيسى رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية، وممثلين للرماية وعدد من الضباط وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة. نعم، يشار إلى أن استضافة قطر لبطولة العالم العسكرية للرماية تؤكد استمرار الحضور القطري الفاعل في دعم مسيرة المجلس الدولي للرياضة العسكرية والرياضات عموما، كما أن هذه الاستضافة تثبت ثقة العالم أجمع بالقدرات التنظيمية الاحترافية القطرية. أتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله أتمنى التوفيق للمنتخب القطري العسكري. أعلنت جامعة قطر عن موعد إطلاق مؤتمر تقدم، وهو الأول من نوعه في قطر، إذ يجمع الطلبة من الجامعات المختلفة من دول الخليج المتنوعة. طلاب قطر والخليج على موعد في 26 من نوفمبر من مؤتمر تقدم الذي يركز على القيادة الطلابية. هذا ما أعلنت عنه جامعة قطر خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن جامعة قطر والجامعات المشاركة في تنظيم هذا الحدث، وهي كلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وجامعة ستاندن. جامعة قطر كان لها جهود من فترة تركز على إبراز المهارات القيادية والملكات القيادية لدى طلبتها وصقلها. العام الماضي جاءت فكرة المؤتمر هذا بحيث أنه يكون مؤتمر الطلبة هم يتولون زمام المبادرة فيه، هم يخططون له، هم يحددون الأشياء اللي يحسون أنهم يحتاجونها وراح تفيدهم وتفيد زملائهم، وبالتالي يعملون على تنفيذها.
وأنه يكون كمجال لتبادل الآراء والتجارب والتعرف عليها، التعلم منها، وأيضا للتفاعل مع ناس لهم خبرة ودراية في مجال القيادة. فمن هنا خرجت فكرة المؤتمر. نسختها الأولى كانت جدا إيجابية، كانت يوم واحد فقط، طلبة حطونا رد يعني جدا إيجابي على المؤتمر، واقترحوا أنه يكون أكثر من يوم ومشاركة أيضا عدد أكبر، حيث أن السنة هاي أيضا فتحنا المشاركة أيضا لدول مجلس التعاون، ليس فقط للطلبة، طلبة الجامعات الموجودة في قطر. يعتبر مؤتمر تقدم الأول من نوعه في قطر، حيث أنه يجمع الطلبة من جامعات مختلفة ويعمل على تعزيز وبناء روح القيادة ومهاراتها لدى صناع الغد. ومن جامعة قطر نكون وصلنا مشاهدينا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لاقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريدنا الإلكتروني برنامج ترحيب. نعم، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك، تويتر أو إنستغرام، وأيضا السناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. تمسون على خير. أمان الله.